انا يعني سعيده جدا بصحبه وضيافه معالي المحافظ في محافظه الاقصر اللي بتشوف طفره يعني مش بس في مجال اعمار المنازل، في موضوعات اخرى كثيره خاصه في مجالات التمكين الاقتصادي اللي معالي الوزير حاططها نصب الاعين. احنا سعداء النهارده يكون صناع الخير، جمعيه صناع الخير، والحقيقه جمعيه من الجمعيات الناجحه جدا عندنا اللي بتتواصل مع المجتمع بشكل قوي، اللي بتنزل في اعماق النجوع مش بس في القرى، شريك احنا بنثق فيه، بنسعى دايما يكون شركاء مش بس في حياه كريمه، في موضوعات اخرى كثيره زي مبادره بر امان اللي كان اطلقها السيد الرئيس الخاصه بالعماله غير العماله غير المنتظمه. بيشترك معانا الثلاثي بتاعنا هو شركه اي فاينانس، وهي برغم انها شركه دفع الكتروني ملهاش علاقه مباشره بالموضوعات الخاصه بالمسؤوليه الاجتماعيه، لكن هي الحقيقه دخلت المسؤوليه الاجتماعيه بعمق وبقوه. فاعتقد كده اجتمعنا كلنا سواء المجتمع المدني او الجهات الحكوميه وزاره ومحافظه مع جمعيه ناجحه وصاعده وواعده جدا الاستاذ مصطفى زمزم وشركاء العمل. فالحقيقه احنا بننفذ مش بس اعمار المنازل في هذا المكان، ولكن احنا بندخل مكان بنراعي التنميه الشامله، بنراعي دراسه حاله الاسر كامله بما فيها وضع الاطفال ووضع النساء، الحاله العمليه للرجال، المشاكل الصحيه، اذا كان في موضوعات اخرى بنمنع فيها الزواج المبكر، بنحث الناس انه ما يتزوجوش اقارب عشان نسب الاعاقه، بالاضافه الى لو في عرايس موجوده على وش زواج خاصه اذا كانت هذه العرايس من الايتام، جمعيه صناع الخير بتساعد في تاهيلها بما انه موسم شتاء ايضا في مجموعه من البطاطين بتتوزع. لكن ما يهمنا في هذه القريه ان ندرس اعماق المشكله، سبب ان الناس ما بتشتغلش بالقدر الكافي اللي احنا عايزين نشوفه، سبب ان ما يكونش في زياده سكانيه تعطل مش بس البلد، تعطل الاسره نفسها انها تتقدم، سبب ان ما يكونش في زواج اقارب عشان نسب الاعاقه هنا مش قليله. فاحنا بنساعد بنحاول نتقي بقى مشكلات تانية لاحقة، عشان كده بنشتغل عليها مع الأسر. دايما لينا منسقين ميدانيين، والجمعية صناع الخير بما أنها واصلة ليها جمعيات تنمية مجتمع هنا بتساعدها ودايما بتبدها بالمعلومات. إصلاح هذه المناطق ليس نهاية المطاف ولكنه بدايتها. تشرفت بمعالي الوزير النهارده واخواتنا في صناع الخير الاستاذ مصطفى زمزم وشركاه في ان احنا نحضر تسليم 30 منزل و30 مركب. دي معناها ان احنا بنطور من حياه المواطن، زي ما قال فخامه الرئيس احنا النهارده بنحيا بننفذ حياه كريمه، بنغير نمط الحياه بالنسبه للاسر اللي محتاجه والاسر اللي فات مستحقه. بنقول النهارده يوم عيد لكل اهلنا وكل ناسنا، زي ما حضراتكم شايفيننا من اول الزياره الناس مبسوطه، الناس فرحانه، في طموحات اكتر من كده ان شاء الله. معالي الوزير في مؤسسة صناع الخير وجميع مؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع الحكومة، زي ما قال فخامة الرئيس ده هي دي التنمية المستدامة اللي بتسعى عليها الدولة إن شاء الله في الأيام الجاية. الله نشكر أهل صناع الخير بارك الله فيهم على المعيشة اللي ادوهالنا، برضه ساعدنا شوية وبارك الله فيهم. بنشكر مؤسسة صناع الخير على انهم جابوا لنا مراكب. بصراحة احنا حرفتنا الصيد من صغرنا، يعني ما عندناش حرفة غيرها، فما كناش قادرين نجيب مركب، فجابوا لنا المركب وفروها لنا الحمد لله، بنشكرهم. وبموتور وبالشبك بتاعها وجميع محتوياتها بنشكرهم، وبنشكر كل من ساهم في هذا المشروع الخيري. صرفتم وانا الطب يا